بدأت محافظة حلب بالتعاون مع مجلس المدينة تنفيذ مشروع إعادة تعبيد طريق دوار الشيحان إلى دوار الليرمون الواقع على مدخل مدينة حلب الشمالي باتجاه أوتستراد عزاز لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون ليرة سورية. مشروع ربط للريف الشمالي المحرر مع ابتداء من النبل والزهراء إلى الباقي الوحدات الإدارية بيانون حيان حريتان إلى وصولا إلى مدينة حلب. طبعا من شأن هذا الطريق اللي هو أن بعد أن يحقق الربط الطرقي أن يكون يسهم أيضا في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي للريف الشمالي، كون الريف الشمالي هو يعتبر أيضا أراضي خصبة ممكن يسهل عملية نقل السيابيت البضائع والمحاصيل الزراعية في العام المقبل، يحقق الربط الخدمي مع عدد من المحاور الأخرى من المتحلق إذا طريق دمشق عبر دوار ليرمون وإلى المنطقة مدينة الشيخ نجار الصناعية أيضا عبر دوار ليرمون الكاستيلو. نحن كمديرية ضمن خطة عمل المديرية اليومية في عنا بشكل دائم أعمال صيانة زفتية بالشوارع بالإضافة لأعمال ترحيل أنقاض. طبعا نحن هذا الموضوع بنفتح الشوارع مشان الناس ترجع لبيوتها بالنتيجه، اللي بده يرمم اللي بده يصلح. تقوم هلا حاليا مؤسسه لتنفيذ انشاءات عسكري بمط قميص زفتي للمنطقه الواصله من دوار الشيحان وحتى دوار ليرمون. طبعا طول الطريق كيلو 250 متر، انتهينا من عمال مد جماش محل الاماكن المخربه بالاضافه الى الرديف بالجزيره الوسطيه وعلى الاطراف.